قريبا ستكون الدونات الخاصة بي جاهزة. واو، لكنها ثقيلة جدا أكثر من اللازم. هيا جاستن، تستطيع فعلها؟ أحسنت. أولا، حمام ساخن هادئ، هذا ما أحتاج. أوه، من هناك؟ من يصدر ضوضاء ويقطع راحتي؟ سأذهب لمعرفة ذلك. إذا كانت جاستن سوف أريه. واو، هذا مرعب جاستن، كل شيء متسخ. أردت فقط أن أصنع دونات. إذا بريتني تبدأ التحدي على فان فود. القاتلة البخارية، تشو تشو، ماذا تحضر لي؟ أتمنى شيئا لذيذا. قفوا، فحص البضاءة. مارشميلو لذيذة، أعتقد لدي فكرة. سأضع هنا المارشميلو وأمزج كل شيء معا حتى يصبح متجانس. كم هو لذيذ. والآن أنا بحاجة لقالب. أوه، جاستن ينظر فقط إلى النجوم. هل يمكنني استعارة قبعتك؟ نعم شكرا. الآن أنا بحاجة إلى صب العجين من خلال القبعة لتوزيعه في القوالب. عندما أملأ جميع القوالب أضعهم في الفريزر. والآن جاهز، تم تجميد الدونات بالمارشميلو لدينا. يبقى إخراجهم من القالب. أوه، كم هم جميلون. أضع عليهم شراب الفراولة. وما هي الدونات بدون رشات ملونة؟ أضيفهم بالتأكيد، كل شيء يبدو أفضل معهم. الآن انتهيت، سوف أريهم إلى جاستن، سوف يحبهم. أوه جاستن، مرحبا، أحضرت لك الشيء. ماذا تفعل؟ واو، هل هذه دونات؟ لكن من ماذا؟ واو، مارشميلو لذيذة، شهية للغاية. هل تريد الصيد معي؟ إذن أي طعم لذيذ لدينا في الثلاجة؟ آه، آيس كريم لذيذ، دعونا نفتحها. أوه، لا تريد الانفتاح؟ لكنني سأحاول بجد. افتحي هيا. آه، لدي فكرة، لماذا أحاول فتح البرطمان بينما يمكنني قصه هكذا؟ جاهز، وهنا يأتي الدونات من الآيس كريم. أرش كريمة وحبيبات والكثير من الرشات. جاهز، علي الذهاب بسرعة إلى جاستن. هاي، أنا أفعلها. أوي جاستن، هل أنت بخير؟ دعني أساعدك. أوه، لقد وجدت قبعتي التي فقدتها منذ زمن. أوه، ما هذه دونات؟ من ماذا هذه المرة؟ من الآيس كريم، هذا مدهش فقط، يعجبني. آخر حبة. أوه، انتهيت، أنا ممتلئة. ما هذا؟ سلة طائرة جلبت لي ماكينة الدونات، مثير للاهتمام. دعونا نحاول سكب الدببة المرميلادية المفضلة لدي. نضع بعض القطع في القالب ولا ننسى ضبط الوقت. في غضون ذلك نحن ننتظر، يمكنني الاستماع إلى الموسيقى. أوه، أرقص. والآن بعض الهدوء. أوه، ما هذه الرائحة؟ أتمنى ألا تحترق الدبابة. واو، لم يحترقوا، على العكس تماما، أصبحوا فاتحين للشهية. أضعهم على طبق ولا أنسى الزينة الملونة. أتمنى أن يحبها جاستن. الكابتن جاستن هنا، لا يوجد أعداء لكنهم في مكان قريب، أستطيع أن أشعر بهم. ها هو العدو، احترس. أوه بريتني. آه لا، أنا أسقط. آه، سقوط ناعم والدونات سليم. هذا هو الشيء الرئيسي، جاستن تذوق. حسناً، الدونات يشبه الشمس، أتمنى أن يكون لذيذ. أوه، دونات مرميلادي، هذا رائع بريتني، طعمه مثل الدببة لكن على شكل دونات. أعطيه 5 نجوم بالطابة. هاي، أعطني كفك. آه، شجيرات المنزلية جميلة، لكن ما هذا؟ أناناس، قمت بزراعة الأناناس. يجب القيام بشيء بسرعة، لدي فكرة. أحترس من يدي الحادة، سأقطع كل شيء الآن حتى الأناناس، هذا سهل للغاية. والآن أرتب حلقة الأناناس في الطبق، ممتاز. لكن ماذا علي أن أفعل الآن؟ بالضبط، أريد أن أستخدم الشوكولاتة السائلة في التزيين،
سأستخدم الغلاية لإذابة الشوكولاتة في أسرع وقت ممكن. أحتاج إلى وضع الشوكولاتة في غلاية الماء ثم أقوم بتشغيلها. هذا كل شيء، أسرع طريقة. والآن تزحف دودة الشوكولاتة للحصول على الأناناس. حان الوقت لتطبيق كريمة الشوكولاتة. انظروا كم هو سائل، يا لها من حيلة رائعة. والآن اللمسة الأخيرة، الكثير من الرشات الحلوة والملونة. أعتقد أن هذا يكفي. إنها تحفة فنية، أنا متأكدة من أنها لذيذة. سأعطيها لجاستين. جاستين، هل أنت مشغول؟ لدي ضيافة لك. مبروك، أحسنت. هذه ليست من الحلقات، لكن سأرميها. ماذا؟ لا، علي أكله. نعم، سأجرب. لذيذ جدا، لا أستطيع التوقف. رائع. ماذا لدينا هنا؟ معكرونة. حسنا، لدي فكرة. أضع المعكرونة المطبوخة على لوح التقطيع وأقطعها إلى قسمين. والآن لدينا دائرتان صغيرتان من المعكرونة اللزجة. الآن أخذ الشكل الدائري لدي وأضع غطاء عود الأسنان وأقطع دائرة من المنتصف. أصبح لدينا دونات. ما هذا؟ إنه دوريتوس ناتشوس حار. واو، مخيف، ولكن أنا لا أخاف من أي شيء. الآن سأحول الناتشوز إلى فتات باستخدام هذا الشوبك. متعب لكن رائع. الآن أصب هذا الفتات في طبق وأخذ الدونات المقطوع مسبقاً. أغمسه في البيض ثم في الدقيق ثم في فتات الناتشوز. والآن أهم خطوة، أقليها بالزيت. أكون حذرة جداً لأن الزيت ساخن. والآن جاهزة. يا لها من دونات رائعة كبيرة، جوستن سيحبها. لنذهب إليه. صديقي الرائع، لقد عزفت كل شيء بشكل صحيح. خذ هذه المكافأة، أنت تستحقها. هاي جاستن، أحضرت لك دونات جديدة، سوف تحبها. واو بريتني، يا له من دلال مع هذه الدونات. هل هذه جبن؟ سأجربها الآن. واو، كم هي لذيذة. أتريدي؟ نعم، لذيذة جدا. حافلة الفاكهة في طريقها. أوبس، إنه حادث. أنا بحاجة إلى هذه التفاحة. دعونا نحضر حقيبتي المفضلة. أحتاج إلى بوب إيت. كم هو رائع، لكن لا، ليس هذا. محفظتي، ربما يوجد مال. لا، ليست هذه. هذه مضحكة لكنها غير مناسبة. وجدتها. سأستخدم أداة المطبخ لتقشير التفاح وأحداث ثقوبا في المنتصف. وها هي الحقنة. سوف أملأها بالنوتيلا وستكون التغطية المثالية لدوناتي. تبدو شهية جدا. شراب الشوكولاتة أم النوتيلا؟ هذا الشهي. والآن بعض الحبيبات والرشات الملونة جاهزة. إذن أخذها إلى جوستن، سيكون سعيد. أنا أتوازن، أتوازن. هاي جوستن، أحضرت دونات جديدة. أوبس، بريتني، كنت أتوازن. كان يمكن أن تحذرينني. ماذا أحضرتي؟ دونات جديدة، لنجرب. هناك نوتيلا في الأعلى، كم هي لذيذة رائعة. ماذا يحصل؟ نعم، خطرت لي فكرة رائعة. سنخرج هذه العجلة من المرآة وسنحددها هكذا. والآن دعونا نلون الجزء العلوي باللون الوردي والسفلي باللون الأبيض. والآن نأخذ فرشاة ونرسم بعض الخطوط المشرقة والملونة. نضع وسادة ناعمة في المنتصف وجاهز. هذا لك يا صديقي، هل تحب وسادتك الجديدة؟ بريتني، أنت مذهلة، شكرا لك. هل تحبون فيديوهاتنا الممتعة؟ إذن شاركوها مع أصدقائكم، ضعوا إعجاب واشتركوا في القناة. نراكم على قناتنا، إلى اللقاء.